اهلا بيكو مع فيديو جديد. اكيد شفت ناس في فيديوهات كتير عامله دايره بالشكل ده. الدايره دي فايدتها ان هو بيقدر يعرف بيها اذا كان في كهرباء او لا. زي ما انت شايف يبقى كده المشترك ده في كهرباء هنا وهو منور هنا فعلا، يبقى في كهرباء. الناحيه دي مفيش طافيه، لو جينا طفينا الفيشه وعملنا كده اهو الليد طافي كده مفيش اضاءه خالص في النقطه دي. لو لحظه الليد بيدي يعني شعله بالمنظر ده ويطفي، ده معناه ان في شحنه هنا طبعا لان كان في كهرباء واصله. بس لو جينا هنا عملنا استمرار مفيش اي كهرباء تعتبر الليد طافي. لو جينا نورنا هنا هنلاقي الليد بيدي اضاءة جديدة، فده معناه ان الكهرباء واصلة. لو جينا مثلا نشوف هنا السلك ده نقدر نعرف اذا كان السلك سليم ولا في اي قطع. زي ما انت شايف السلك كده مطفي، نشغل الكهرباء نشوف ادي اهو، شايف الاضاءة الجديدة ازاي؟ ده معناه ان كده في اشارة في السلك ده. السلك التاني لا، ده كده السلك التاني اللي هو الجراوند، عشان كده مش بتلاقيه واصل مظبوط. انما ده واصل مستمر، ده معناه كده الطرف الحي، وده فعلا من المشترك هو ده الطرف الحي اللي هو ده موجود معانا على اليمين، فهتلاقيه دايما الطرف الحي وهنا فعلا طالع مظبوط. طبعا حاجه زي هنا مطفي، اللي عندي مطفيه ده معناه ما فيش كهرباء فيها، انما دي اهي شغاله زي ما انت شايف اهي وضاء مستمر. المهم في ناس كتير عامله الدايره دي، بس للاسف ما فيش حد فعلا بيشرح الدايره دي بتشتغل ازاي او الفكره بتاعتها ايه. في الفيديو بتاع النهارده عايز اشرح لك الدايره دي فكرتها ازاي، بتشتغل ازاي، وايه طريقه التوصيل بتاعتها، وانت ازاي ممكن تعملها. طبعا زي ما انت شايف انا بعمل تلامس في نقط معينه فهي بتنور، هشرح لك ده برضو في الشرح بتاع طريقه توصيل الدايره دي وازاي الدايره دي قدرت تحس بايدي، مع ان المفروض تحس بالكهرباء بس هشرح لك برضو ازاي بيحصل والاضاءه ازاي ممكن تيجي من ايدي انا بس مش من الكهرباء كمان. بس خلينا كده نشوف التوصيل بتاع الدايره دي، الشرح بتاعتها، الفكره بتاعتها جايه منين وازاي انت ممكن تنفذها. الفكره ببساطه ان لما يكون عندك اي سلك بالشكل ده بيمر فيه تيار معين ايا كان القيمه بتاعته، بيتولد حواليه مجال كهرومغناطيسي، بيتولد من ناحيتين بالشكل ده. كل ما يكون التيار اللي بيمر في السلك هنا اعلى، هيكون شده المجال المغناطيسي اللي بتتولد في السلك ده اعلى. تمام. طيب خلينا نشوف رسم الدايره بتاعتنا. ادي رسم الدايره بتاعتنا هنا اهو، ده الفي سي سي، وده هيكون من 9 فولت ل 12 فولت، ومعنا الترانزستور الاولاني بالشكل ده بيغذي الترانزستور الثاني اهو، الترانزستور الثاني بيغذي الترانزستور الثالث، الترانزستور الثالث بيجي هنا مقاومه وبيجي هنا الليد اللي بيدينا الاضاءه، وادي بيخش على الترانزستور الثالث وبعد كده منها للجراوند. تمام. اول ما تيجي الاشاره على البيز هنا، احنا عاملين ملف زي ما انت شايف اهو، ايدي دي فيها مجال برضو عشان في حواليها سلك، فالمجال ده بيدي اشاره بتتكبر في الترانزستور الاولاني اللي هو اسمه كيو 1، تتكبر بعد كده مره تاني كيو 2، ومره ثالثه كيو 3. الترانزستور الاولاني تاخد الاشاره بتاعته، في مشكله مهمه جدا هنا. اولا عندنا ملف، الملف ده فايدته ايه؟ ان هو بيجمع المجال المغناطيسي الضعيف. هنا ما عندنا مجال مغناطيسي ضعيف، فانا لما بعمل ملف، الملف ده ياخد المجال المغناطيسي في لفه 2 3 4، وكل ما تزيد عدد اللفات كل ما تزيد الحساسيه بتاعت الدايره دي، عشان يقدر كل ما عدد اللفات زاد معناه شده الحساسيه هتزيد بعدد اللفات اللي هنا. طيب في مشكله مهمه جدا في الدايره بتاعتنا دي، طبعا هنا عندنا الملف عشان يقدر يجمع المجال المغناطيسي. المشكله ايه؟ ان لو الترانزستور الاولاني ده بقى شورت سيركت كده، البيز اللي هنا بتاع الترانزستور الثاني اتوصلت بالفي سي على طول، وده كده ممكن يكون في خطوره شديده على الترانزستور رقم 2 وبرده على الترانزستور رقم 3. فعشان كده بنعمل ايه؟ هنحط هنا مقاومه عشان حتى لو حصل هنا الترانزستور ده خلاص عمل كده قفله وصل التيار، يبقى في هنا مقاومه قبل البيز بتاع الترانزستور الثاني. الترانزستور الثاني نفس النظام، لازم نحط فيه مقاومه بالشكل ده. وطبعا افضل قيم على حسب التجربه اللي عملناها، افضل قيم كانت 100 كيلو اوم هنا، وهنا 1 ميجا اوم، دي افضل قيمتين للمقاومتين دول. وكده هنا عندك طبعا قبل الحمل 1 كيلو او على حسب الحمل بتاعك، يعني لو الحمل هنا ريلاي 5 فولت مش محتاج تحط مقاومه خالص، ممكن تحط الريلاي على طول بس. يبقى كده احنا بنجمع المجال المغناطيسي من خلال الملف ده، عشان كده زي ما انت شايف في عدد لفات. بص لو احنا جينا طبعا عدد اللفات دي احنا عملنا فيها توزيع وخليناها سلك واحد، هتلاقي الدايره بقت مش حساسه خالص زي ما انت شايف اهي،
ما بقتش حساسه لايدي خالص اهو. ودي الناحيه الثانيه برضو بقت ضعيفه جدا. ليه؟ عشان احنا بدل ما كان ملف خليناه تقريبا بقى سلك، وفقد الميزه اللي هو بيقدر يجمع بيها المجال المغناطيسي. وعشان كده دي مهمه جدا، الناس مش بتتكلم فيها او مش بتشرح لك الموضوع ده ليه او ليه هم عاملين ملفات. بس كده بنعمل تكبير مره اولى، مره تانية، مره ثالثه. اخر سؤال معانا هنا، يا ترى ايه نوع الترانزستور اللي انا ممكن استعمله؟ هنستعمل الترانزستور اللي هو اشهر ترانزستور موجود في السوق وارخص ترانزستور، اللي هو 2N 4 2ات. الترانزستور ده رخيص جدا وموجود كتير في السوق. لو ما لقيتهوش ممكن اي بديل، اي NPN ترانزستور هيكون كافي معاك وهيشغلك الدائره بتاعتك بطريقه ممتازه. الفولت زي ما قلنا هيكون من 9 ل 12 فولت. يفضل ما تزودش عن 12 وما تنقص عن 9، ده بيكون كده جهد كافي معاك عشان يشغل الدائره بطريقه كويسه جدا وكمان بحسيه كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا ببساطه، والدائره بتاعتنا دي اللي مش هتلاقي لها شرح حابين نشرحها ونفهمها لك. لو افدت لك معلومه او ضفت لك اي حاجه ما تنساش تشيك معنا في القناه، ما تنساش تدينا لايك عشان ده بيشجعنا كتير ويحسسنا ان في ناس كمان معانا مهتمه بالمحتوى ده وتخلينا نكمل. خلينا نشوفك في فيديو جديد، وشكرا